قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. إخواني أخواتي متابعين قناتنا على اليوتيوب والتيك توك، مساء الخير عليكم وعلى عوائلكم الكريمة في هذا البث المباشر لهذه الليلة. الليلة حلقتنا بها عدة خطوط، فقبل ما نبلش في حلقتنا راح نعتبر هذا الدعاء لحد انتهاء مصيبة غزة كل بث ندعي. فأيها الأخوة والأخوات، ارفعوا أياديكم لهذا الدعاء المستجاب والمجرب إن شاء الله، بس يكون النية صافية والقلب طاهر حتى هذا الدعاء يوصل ويتحقق، وإن شاء الله أمنياتنا وراها كل شيء صير تمام. ارفع ايدك. اللهم بعظمة جلالتك وأسماءك الحسنى وكل أنبيائك وأوليائك، احفظ قادة الأمة وأنصار هذه الأمة الإسلامية وولاة أمرنا في ثلاجات الموتى والكهرباء مقطوعة. قولوا آمين. ايه عافية، الكل قالت آمين ما شاء الله، عافية. كل من قال آمين ياخذ سيارة برازيلي ويروح للرطبة يستلمها. ايه قبل ما نبلش بالحلقة الليلة، اكفت قصة هيك لطيفة حلوة جتني. في امريكا اكو اسد انهزم من قفص حديقة الحيوانات، فهذا الاسد ركض شاف لبنية شيت عليها، فواحد كان مار ركض على الاسد خنقه لزمه خنقه كسر رقبته موت الاسد. الاعلام الامريكي اجوا كتبوا رأسا امريكي بطل ينقذ حياة فتاة من الموت. فهو قرأ الخبر، ثاني يوم خابرهم قال لهم انا مو امريكي، انا اجنبي مسلم عندي إقامة في أمريكا. فبدلوا الخبر، كتبوا أجنبي بطل ينقذ حياة فتاة من أسد مهزوم. فخابرهم قال لهم يعني أنا أجنبي بس مقيم هنا أنا ولي حق الإقامة وكذا. قالوا له تمين؟ قالوا له أنا عربي مسلم. فرأسا بدلوا الخبر، كتبوا إرهابي مسلم قتل أسد بريء كانت الطفلة تلعب مع الأسد. مغزى هذه القصة اللي ديدور هسه في العالم، هذه حرب غزة كشفت الأقنعة المزيفة اللي كانت تمشي على الناس اللي ما فاهمين الحياة ويتصورون بأنه هذا الغرب هو غرب بأمان وبي حرية تعبير وفي ديمقراطية وفي حرية. فحرب غزة كشفت وأسقطت كل هذه الأقنعة. شفتوا المنظمات الدولية، نعتذر نتأسف نندد نشجب، كل هذه الكلمات اللي ما تداوي طفل أو تنقذ حياة أحد في غزة. ناس أبرياء راحوا بسبب السياسيين، بسبب ثلة من الحشرات اللي يسمون نفسهم قادة العرب وقادة المسلمين، وهم في حياتهم لم يكونوا عرب ولم يكونوا مفلسين مو مسلمين. لولا قادة العرب لما حصل ما حصل لفلسطين.
ولولا فلسطين لما جلس قادة العرب على عروشهم والتجارة بفلسطين. صار لهم 70 سنة القضية الفلسطينية والقضية الفلسطينية، الكل قاعدة على هذا الكرسي على مود فلسطين وفلسطين ونحن والعرب والكذا، وقمة عربية ومؤتمر إسلامي ومؤتمر دنفوشي ومؤتمر درنفيسي، وآخر شي طلعون قادة العرب واقفين 6 هنا و6 هنا، كل ما يفوت قائد عربي يطوع عندك من هذا الموز حتى يطلع برا ويصيح الموز لأمريكا، الموز لإسرائيل، وأبوكم الله يرحمه. المتاجرة بالقضية الفلسطينية وقادة فلسطين من ياسر عرفات إلى محمود عباس أبو مازن إلى خماس إلى هنية إلى ما أعرف شنو، هذول يعني الفلوس تجمعوها باسم الفلسطينيين وباسم الناس المدنيين والناس البسطاء في فلسطين، كان بنوا كرة أرضية جديدة بيهم. يعني ياسر عرفات كان يمشي هو وبراطمة يمطق ويبوس بالرايح والجاي، والقضية الفلسطينية والقضية الفلسطينية. ومرة يعني نشرت فيديو هم إلي قاعد ويا الخميني الدجال يبوس ويطمطم هذا شفايفه ماكو، كان سمكة جري ماكو، هذا السمكة الجري لاكله واطلع عليكم بث شفايف مال والله ما سمكة. وهذا عقاله موقفه كان درنفيس ما ادري ايش حاط جوه اريال ما اعرف شنو حتى يثبت، ويفتر الخليج على ايران على الرئيس صدام حسين على الاكل والقضية الفلسطينية ولازم تعطونا وتساعدونا وبوس اخذ له كم مليار دار وجهه وطلع اخت فلسطين على اخت الجابها. وهذا بعدين جاك ابو مازن، وانا قلت لكم لما انا رحت لفلسطين وزرت ابو مازن وكنت قاعد بصفه وشفت الهرج والمرج في فلسطين والسرقات والعقود كلها للعصابة الحاكمة، والشعب المسكين قاعد مرة يعبروه على المعبر مرة يرجعوه مرة يروح يشتغل مرة ما يروح يشتغل، وابو مازن والسلطة الفلسطينية ودول الحماس والقسام والمعرف شنو قاعدين في أحلى الفنادق في تركيا وقطر ويقمزون وإيران والشعب الفلسطيني ما كله. باعتباري أنا عقيد سابق ومهوي بركن في الكيان الصهيوني الموالي لإسرائيل، راح أعطيكم معلومة قبل هذا الهجوم على إسرائيل من دواعش حماس، أنا سميهم دواعش لأن دولة فعلا دواعش، راح أقول لكم ليش صارت هذه الخطة. هذه دا أحكي لكم إياها من الرفيق العزيز الغالي نتنياهو زميل القيادة، فراح نقول لكم إياها. قبل 1.5 شهر بالتحديد من هذا الهجوم صار اجتماع في جنوب لبنان، اللي حضر منه وزير خارجية إيران، قادة الحرس الثوري الإيراني، ومعاهم أخو هيفاء وهبي هذا أبو زميرة، ومعاهم قادة حماس وممثليهم والقسام وكذا. وزير خارجية إيران وقائد الحرس الثوري الإيراني كانوا راسمين خطة، طبعا هذا الكلام ما أدا أجيبه من جيبي، هذه من يعني تعرفون الرفيق نتنياهو، أنا زملاء والقيادة دائما يعني الله شاهد
يعني اذا ننقل لكم اياها تعرفون احنا قياده وانتم كيفكم بعد. فاجتمعوا في هذا الاجتماع شنو اللي قرروا؟ بانه يسوون هذا الهجوم بس ما تكون حماس وحدها، يكون حزب اللات يضرب من الشمال، حماس تطفر منا، ميليشيات إيران المتواجدة في جولان تضرب، وإيران إذا تتذكرون قبل 3 أشهر طلعت أسلحتها استراتيجية وصواريخها، وتتذكرون يعني أنتوا شوية نشط ذاكرتكم حتى بالأخبار طلعوها، بس صور ساتلايتية وصلت لنا كانوا موجهين على إيران. فالخطة شلون تصير؟ بأن هذول جماعة سرسرية، جماعة هنية والقسام وما أعرف شنو، يشيتون حسن زميرة يضرب منك، الجولان يضربون، وإيران تبلش بصواريخ الأرض أرض. هنا هذه الخطة مالتهم كانت، وخلوا يوم 7 في الساعة اللي تعينت بيها يتم الهجوم، وسموها طوفان القدس. شنو اللي صار؟ يوم 15/10 اتفاقية أمريكية إيرانية بأنه ما لهم حق، صار قبل كم سنة، ما لهم حق بتصدير الأسلحة وكذا يعني لمديات طويلة، ويعني مسوين 15/10 تنتهي هذه الاتفاقية. فبعدها شوف العالم شلون يشتغل، واحنا جماعتنا ملتهين بالتيك توك على صدر على بطن. المهم 15/10 انشال الحصار على الأسلحة وتصديرها، جماعة حماس أكلوا بوري، شيتوا راحوا على هذه إسرائيل. إيران اطت رسالة لحزب اللات وجماعة سوريا وميليشياتها بأنه وقف العملية، صار بيها تغييرات عسكرية بس ما بلغت حماس. حماس مشت لأن عندهم توقيت معين وعندهم تاريخ معين والكل اتفق عليه. وقادة حماس راحوا قعدوا بقطر وبتركيا والشغلة مو يمهم. هنا إيران ضربت القازوق لحماس، وإيران أكدت هسه تعاملها العسكري السياسي الاستخباراتي مع العدو الصهيوني اللي تسموه. راحوا بيها ذولا 500 شخص اللي اختاروهم اللي سموهم القوات الخاصة، أقسموا بأنه لا يرجعون إلى غزة إلا هم شهداء. يعني قالوا لهم أنتوا تروحون، يعني أنتوا رايحين مستشهدين، وإذا أسرتوا وكذا جيبوهم وتجون، بس أنتوا رايحين للاستشهاد. طبوا الجماعة، وسبحان الله هذه إسرائيل أم التكنولوجيا والأقمار الصناعية اللي دبانة ما تقدر تفوت عليهم، كانوا نايمين تعرفون ضاربين عصير قرنبيط طوال اليوم ونايمين، ويطبون دولة يقتلون جنود ويقتلون كذا ويأخذون أسرى ويأخذون جيش ويأخذون ويأخذون ويرجعون وين؟ إلى غزة. وهذول الحماسيين اللي بعض اللي نجوا من عندهم اللي هم كانوا قادة هذه العملية هربوهم خارج غزة. من اللي بقى؟ هذول اللي هسه قاعد يشمروا لك صواريخ، عدا دول اللي إسرائيل أسرتهم،
وفي إحدى التحقيقات مع واحد من عندهم قال إحنا مغرر بينا، وإحنا كانوا يقولوننا كذا، وراح تدخلون للجنة وراح تتعشون ويا الرسول. نفس الدواعش ونفس القضايا الدرنفيسية اللي جماعة علي وياك علي يقولونهم، وجماعة السمنة والمجاعة واستغفر الله ما أعرف شنو. تروح سوى عملية، تقعد تتغدى وتتعشى من الرسول، روح تعشى وتغدى من الرسول. تعرفون الرسول فاتح مطعم، كل من هذه تعال، ما عنده شغل عمل بس قاعد يتعشى ويتغدى والشغلة مو يمه. صارت العملية، وزير خارجية إيران قام يفتر على الدول للتهدئة، يسميها التهدئة، وبعدين قام يقول لازم احنا نحاول بشتى الطرق ايقاف هذا النزيف الدموي. بعدين يطلع لك ابو ايران يقول لك السلام ماكو احسن من عنده، بس يأمر اخو هيفاء وهبي حسوني يقول ليش مر لك بين فترة وفترة كم صاروخ، وانت جماعة اللي بسوريا هم شمروا لكم كم قنبلة، يعني بس على مود الشغلة تمشي. ويعرفون العرب ثارين، والعرب دائما واحنا واحنا والقضية والآذي. طبعا ما حد استفاد من هذه العملية كلها الا الاشخاص اللي بيعون اعلام، اللي ياخذ علم فلسطين، اللي ياخذ علم اسرائيل، اللي ياخذ علم امريكا، بس ابو الاعلام مستفاد من عدها. ليش؟ العلم الامريكي حرقوا، اكبر عدد بالعالم اعلام تحترق هي الامريكيه، والاسرائيليين يروحون ياخذون الاسرائيل والفلسطينيين، ابو الاعلام الله شاهد هو المنتصر بالاخير. شفتوا هذه الاقنعه اللي انكشفت، الاطفال اللي استشهدت والنساء والشيوخ لا نفط لا غاز لا مستشفيات، ماكو، طوب 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 قصف على مدار الساعة لترتيب المرحلة الثانية من هذا القصف، هو اجتياح غزة. بس دي يحاولون الرفاق في إيران يأجلون شوية هذه الحركة مال تحرير الرهائن. فسبحان الله حماس يعني قلبها طيب، أفرجت عن مرة وبنتها لأسباب إنسانية، أسباب إنسانية بتدخل قطري، وأمريكا تشكر القيادة القطرية، وأمريكا تعرف بأنه قادة حماس اللي سموهم إرهابيين والقسام قاعدين في قطر. سبحان الله، يعني ترى العقل لو تفكرون بيها وتشوفون هذه الأمور الحلوة اللي تصير، يعني سبحان الله، أمريكا تقول دولة خماس والقسام لازم احنا وإسرائيل نقضي عليهم، لازم احنا نقضي عليهم. زين، قطر قادة حماس بيها، انتوا تشوفوا قطر شلامة. مع تحياتي لأهلنا في قطر، لا أتكلم على السياسة، ما لنا شغلة بالشعوب. لما حماس، القسام، البعثية، وكل عائلة الرئيس صدام حسين، وكل أجهزة الأمنية اللي كانت في العراق، وكل قادة اللي كانوا في ليبيا. ليش؟ لأن هم تحت العيون الأمريكية وتحت العيون العلاقات بين إيران وقطر حلوة من أيام المقاطعة الخليجية اللي قاطعوا بيها قطر. فإيران راحت دخلت على قطر وده تسوي لتسوي. فسبحان الله، الإرهابيين والمطلوبين دوليا وأمريكيا وإسرائيليا، إسرائيل وأمريكا تعرف مواقعهم
وتعرف بيوتهم وقصورهم وفنادقهم، بس ما يطخوهم، يروحون على أطفال والأبرياء وطاب وطيب فوق راسهم، ماكو أدوية ماكو كذا. فهذه السياسة العالمية اللي قاعد تمشي. من تشوف قيادة حماس هنية وغير هنية وملايينهم وملياراتهم اللي متواجدة خارج حول العالم، والفلسطيني المسكين اللي يريد ياخذ له خبزاية لعائلته انثرم بسبب كم داعشي كلب ابن كلب يسمي نفسه مقاومة ويسمي نفسه ما اعرف شنو، اسهم طلعوني صهيوني وطلعوني انا اسرائيلي، اسه اخر شيء اخر شيء وصلني انا ماسوني. والله يوم ما توني سمعت على قولة امكم ام حازم. هنا منهج ايران قالت اذا بقت العملية تمشي بهذه الطريقة احنا راح نتدخل. هي ابن زين اش تتدخل بعد؟ صار اسبوعين اطفال نساء شيوخ ما بقى ما انقتل. زين هذا الاجتماع اللي صار في جنوب لبنان قبل هذه العملية من مباركة رئيس إيران وعلي خرمنائي بارك هذه العملية وقال لهم توكلوا على الله، روحوا إلى هذا العدو الصهيوني، نحن نحرر القدس. فقاعدين جماعة الملالي دزوا دول السرسرية حماس دواعش راحوا قتلوا لهم جندي جنديين 10-20 ألف وأخذوا ناس، وهسه قاعدين إيران شوفوا إذا تسوي هسه العملية شلون راح تترتب وتتلبلب. هذا الاجتياح البري دي يحضروا له ليش؟ لأن إيران دا تسعى مع القطر الشقيقة بأنه ينسون هذه العملية وما يدخلون يعني في حرب برية ويجتاحون غزة كلها، لأن راح تكون التكلفة البشرية والكذا فشير دون يحلوها. الإرهابيين حماس دواعش يسلمون الأسرى وهذول اللي موجودين مقابل عدم اجتياح غزة، ويبقى الوضع على ما هو عليه مقابل كم أسير يطلع منا ومنا يعني بس يطلعوهم يلزموهم مرة ثانية والعملية تنتهي. وأمريكا وبريطانيا و تقول المطاية العرب مو قادة العرب يلا سووا لكم اجتماع زين ولموا لكم كم مليار عمروا بيها غزة مثل ما سووا بالاجتياح السابق. فالحمد لله والشكر أنا يعني شفت البيانات، يعني هذه القمة العربية الدرنفيسية اللي شفتها قبل كم يوم برعاية السيسي حفظه الله ورعاه ونجاه وكل هذه المسميات اللي سموها للقادة، بس أنا أعتب عليهم يعني إحنا كقيادة إسرائيلية ليش ما دزوا علينا؟ سيسي اقرصها، احنا قيادة سياسية اسرائيلية ليش ما دزيت علينا؟ يعني اذا رجعك بلا 44 ساعة حد يلومني. المهم اسا خلي اسا نمشي عوف هاي القمة العربية، احنا صهاينة ما نقعد ويا العرب. فما شاء الله يعني من صارت ابو قطر عاف يعني على اساس يعني تنرفز، مو كل واحد مطي سيناريو ماله، انت اش تقرأ؟ انت اش تقول؟ انت اش تسوي؟ محمد الشياع الارجنتيني رئيس وزراء دولة العراق سابقا إيران حاليا، نحن نمدد ونندد ونرفع الشسمة هذه عليكم،
والكيان المعرف شنو المغتصب والهادي والملك عبد الله ما قصر زين حكى بالانجليزي حتى وصل المعلومه وكل القاده والملوك والامراء والكذا واللي ساكنين نددوا ومددوا وطلعوا واخذوا الموز وصيحون الموز لامريكا الموز لاسرائيل يعني الموز لكل واحد ما يموز هذول السرسريه وحق الله اذا اقعدهم بقعر جهنم زين وقعدهم على رمح جدي الحسين تعرفون انا جدي الحسين يعني ما شفى بيهم شوفوا سووا بالعالم ناس راحت بالالاف ضحايا اني ضد اي شيء اسمه قتل وذبح لاي بريء ان كان من فلسطين من الاردن من اسرائيل من ايران من اي واحد الشعوب ما لها ذنب بيكم خير جيش الى جيش عندكم حرب جيش مع جيش هذه الامه العربيه الدرنفيسيه لو اجتمعت يعني نقول لو وكلمه لو عليها مليون علامه استفهام ايراداتها السنويه تكون حوالي 5.5 تريليون دولار تعرفون يعني شنو 5.5 تريليون دولار يعني سنويا تبني 10 مستشفيات عظيمة ومدارس و و و و لكل الدول اللي مجتمعة هذه السودان شوفوا شلون دمروها ليش دمروها لأن السودان تعتبر من الدول المنتجة عالميا للحبوب فقط السودان لو بقوا إنتاجها الزراعي يوكل كل هذه الأقطار العربية والعالم بس سووا ها والله لا نسوي سودان جنوبية سودان هذه فتتوها شتتوها حرب أهلية بيناتهم هذه ليبيا شوفوا سووا في ليبيا ليش هذه ليبيا صحراء ليبيا لو حطوا الطاقة الشمسية في صحراء ليبيا سنويا الطاقة هذه تغطي كل الكرة الأرضية على مدار الساعة بس من ليبيا فإذا السعودية الصحراء مالتها وفي العراق الصحراء مالتها صار بيها هاي الأجهزة وهذا التطور ما يحتاج العالم بعد غاز ويورانيوم على مود يسوي كهرباء ومفاعلات بس احنا قادة الجرب او ما يسمون انفسهم بقادة الامة العربية والاسلامية وكل قائد من عندهم هو يعني السلالة ما تواصل للرسول هاشمي على ابن الرسول على ابن الحسين على حفيد الكاظم على حفيد ابو علي قادة الأمة العربية أقعدكم على رمح جدي الحسين على رمح جدي الحسين أنتوا لا قادة ولا أبد أنتوا ناس سرسرية حرامية ما عدكم غير السفالة وبيع وطنكم وبيع شعوبكم على مود الكرسي هذا الكرسي عمي أنا أعطيكم كراسي شو تريدون أي نوع أنا أعطيكم إياه بس جوزوا من عندنا والله شوفوا هذه مال غزة تعرفوا ايش راح يسووا بيكم قادة العرب راح اقول لكم غزة صحة الأمة كلها الشعوب ترى مو بس الشعوب العربية صحت الشعوب الغربية هم صحت انتوا تعرفون في امريكا صار عداء لإسرائيل في امريكا اللي هي الداعمة الاولى في بريطانيا الداعمة الاولى الشعب البريطاني البارحة يوم السبت أكبر مظاهرة شهدتها بريطانيا من عام 1931 باعتراف الشرطة البريطانية وما مهتمين لا يشيل يقول لك لا تشيل علم ما أعرفش لا شالوا العلم ويهتفون باسم غزة ويهتفون باسم فلسطين
وضاربين الشرطة بال44. العالم صحة، العالم شاف ماكو شيء اسمه حقوق إنسان. يعني نفس العملية اللي صارت روسيا وأوكرانيا، أوكرانيا المظلومة، أوكرانيا الكذا، وإحنا كنا ضد روسيا، وإحنا قلنا ما بالضبط صار هسه، بس ما حد جاب طاري، سبحان الله، ما حد جاب طاري الغزة. العلم الفلسطيني هذا علم دولة، هذا مو علم حماس ولا غير، لا يسموهم إرهابيين. فهذول القادة مات العرب، تعرفون شو تسوون؟ شايفين هذه اللي تبلط شوارع، هاي الرولات تحطون القادة العرب وتجيبوكم فد 20 رولة اللي هي أكبر حجم بالعالم، وتمشوهم عليهم روحة جاية بحيث أثر ما يبقى بيهم. ويا قادة العرب أطمنكم، يا من بعتوا صدام حسين الله يرحمه وسلمتوا العراق إلى إيران وسلمتوا ليبيا وطشرتوها وسويتوا الربيع العربي في مصر وفي سوريا، وتعالوا وحنا ودعمتوا بمليارات الدولارات ودمرتوا كل هذه الدول، لا تتصورون هالمرة راح تنجون، الربيع العربي راح يشتغل عليكم هالمرة وما راح تخلصون. وهذه العملية اللي تصير هسه في غزة، أنا قلتها وأكررها، هذه بداية عملية الشرق الأوسط الكبير غصبا عليكم. الخارطة اللي مسكوها عند الجنود اللي تأسروا عند حماس، إسرائيل الكبرى يسموها، يعني فلسطين من الطول للطول خالية من الفلسطينيين. واليوم أعلن وزير الاقتصاد الإسرائيلي بأنه 150,000 كانوا يعملون في إسرائيل في أعمال بناء وتعمير وتنظيف وكذا، ممنوع عليهم العمل بعد هناك، راح يروحون يجيبون من الهند على مود يحطوهم بدل الفلسطينيين. فهذه إسرائيل الكبرى، وراح يقطعون شوية من الأردن، شوية من هنا وهنا، وحتى قطعة من السعودية. وتذكروا هذا الكلام، تعرفون الرفيق نتنياهو ما يكذب علي، يعني احنا كرفاق بيناتنا نقعد صهاينة، زين احنا ناس بيناتنا صهاينة، وهو تعرفون القائد مالش ما يكون، حتى لو اختلفنا درنفيسيا بس يبقى هو القائد العام للقوات. يعني هو تصوروا نتنياهو قائد اكبر جيش بالشرق الاوسط، زين، ومحمد الشياع الأرجنتيني قائد القوات المسلحة اللي ما يعرف حتى يحرك له شرطي، زين. ومننا جماعة المقاولة والمماتعة قاعد يضربوا لي قاعدة الأسد. أنتوا تعرفون جماعة المقاولة والمماتعة، أمكم إيران لما تقول لكم ضربوا قاعدة الأسد، لا وحلى شيء تنظيمات ما حد سامع بيها، يعني تنظيمات درنفيسية جديدة، وكل ساعة طالع بيان، البيان مالتهم وين ينشر؟ على الفيسبوك. وهذه ضبوا لهم 2 مسيارات هنا وهنا، طقطقوا لهم الطقاقات، وجماعة المقاولة والمماتعة تيس الخرنقعي و هذا شو اسمه أبو ولاء الآلائي، معرف النعالاتي، كلهم هاي الأسامي مالتهم. ومن الأول بارحة نص الشعب الإسرائيلي طافر. ليش طافر؟ لأن مطار بن غوريون في تل أبيب المظلومة، يعني تعرفون احنا تل أبيب مظلومة مثلنا، ايه الله شاهد مظلومة، انهزموا من سمعوا طرزان العراق، بوبجي العراق،
اللي كل حياته سيلفي ومقضيها إلا طحين ولا ما أعرف شنو، وذول الدنابق الداير مدايرة كلها عفية. أبو عزرائيل راح، وأبو ما أعرف شنو راح، وأبو قنادر راح. هو وين قاعد؟ قاعد لبستان يمكن 1000 كيلومتر بعيد عن إسرائيل، ويصور قاعد، وهذا الشعب الإسرائيلي المظلوم يرجف بالملاجئ، يرجف أبو عزرائيل جاء هذا بالطحين، هسه راح يسوي لنا خبز، قصدي راح يسوي لنا طحين. مقضى حياته همبلة بهمبلة، يوم قاعد لي بالسيارة فاتح له قناة، فاتح له نحن كتائب علي بن أبي طالب، يعني كتائب أقعدكم كلكم على رمح جدي، وهذا رمح جدي مات جدي الحسين، زين علي بن أبي طالب وزهرة أم خضير أم مظفر، لعبت نفسنا من هالأسامي. من اللي موت الناس غيركم؟ جماعة الحسين، جماعة السنة أنفسنا. هو من قال أنفسنا صح؟ يعني شيلوا أنفسهم، جرف الصخر تشهد، الموصل تشهد، الأنبار، ديالة، تكريت، كلها تشهد على أنفسكم شون طيبين، والرقة والحنان اللي بيكم، وعشرات الآلاف اللي مختفين لحد الآن، وتقولون صدام حسين كان دكتاتور، وصدام حسين مقابر جماعية. ولكم أنتوا 35 سنة الرجل حكم، ما سوى 2% من إجرامكم اللي سويتوا، خليتوا الناس تترحم على جلاديها، خليتوا الناس تترحم على كل يوم كان صدام حسين عايش بهذا البلد اللي كان اسمه العراق. انتوا ناس قتلة مجرمين، انتوا ناس ما تستحقون الحياة. وارجع واكرر كلمتي اللي اقولها دائما، الله لا يرحم من يرحمكم والدنيا دوارة، الله لا يرحم من يرحمكم. انتوا ناس اسقط ما خلق الله للبشرية، واقنعتكم سقطت مثل ما سقطت أقنعة العالم، واللي يسمون نفسهم أمم متحدة وحقوق الإنسان وجماعة القادة العرب. الأقنعة كلها سقطت، كلها راحت وقعت. أنتوا نزعتوا التقية من 2003، تقيتكم نزلت اللي عشتوا بيها على مدار 1400 سنة في العراق. على مدار هذه السنوات احنا مظلومين، احنا ما اعرف شنو، احنا ما مستلمين. هذه قيادتكم من 2023 2003، واحنا 2023. اعطونا انجازاتكم، اعطونا شنو اللي سويتوا. لو هالمره وزارة التعليم ترخص يدخلون في المناهج التدريسية كتب بابا نويل العراق، أبو هذا السطل ابن السطل الأثول ابن الأثول مقتدر قداوي، قداوي راح يدخلون يعني الكتب مات العلامة أبو بابا نويل العراق. أدمينية هنا عندنا بعض الرفاق من جماعة علي وياك علي في التيك توك يراد لهم 44، زين، وتحط راسه بالمنقنة وتنعل والدي تقول لي أنا على أبوك لأبو السيد. المهم هي يعني شغلات الله شاهد، فيريدون يدرسون. تحكي ويا أنت شارد، أنت بيخير تعال للعراق، بلد مسلح، بلد بمليون ميليشيا،
ويجي لطيف يحيى ويعد الرباطة ينزل بالمطار يحيي الجمهور الله يساعدكم. لطيف يحيى قادم إليكم بلدي ديمقراطي، أنا جيت هنا أنا والله دا أريد أقدم للانتخابات. زين، يعني بالمناسبة اليوم قرار نزل، ها المحكمة يوم 22/10 برئاسة القاضي السيد محمد سلمان محمد قرارها الآتي: المدانة رغد صدام حسين وكيله المحامي المنتدب أمجد محمد علوان، محمد علوان محمد ستيان هذا مو اسمه اللي ويا نزار الخارط، أي المهم، حكما غيابيا على المدانة رغد صدام حسين بالسجن المؤقت لمدة 7 سنوات وفق أحكام هذا حضر الحزب. عزيزتي رغد أم علي، حضري جنطتك وتسلمين نفسك مثل ما أنا سحاكمين عليه بالإعدام ودازيلي هم قرار محكمة ويقولوا لي سلم نفسك لأقرب سفارة قريبة في الدولة اللي أنت عايش بيها، فأني حاكمين عليه بالإعدام مرتين ما أعرف ليش، المهم هو الله شاهد حاكميني بالإعدام لأن يحبوني. فأني إن شاء الله ورا البث أحضر العلاليق ماتي، وتعرفون ناخذ خاولي ودجداشة، تعرفون سجن بعد، وأسلم نفسي سعادة السفير الهم الصدر، أم صدر هو هذا يصير ابن أخو للسيد مقتدى القرد ابن القرد اللي يقول أنا ما عندي مناصب سيادية ولا أبد، المهم حط ابن أخو سفير هنا وفاتح حسينية، ويعني سفارة عبارة عن فأني باعتباري محكوم بالإعدام مثلك رفيقة رغد، احنا البعثيين دائما هيك الله ظالمنا، انت انحكمتي 7 سنوات انيالج انا اعدام، فراح اروح للمقصلة، فان شاء الله برا البث احضر على ليقي والخاولي والصابون رقي. زين، ايش ياخذون وياهم للسجن رفاق؟ بلكي تكتبون المتطلبات بالسجن قبل الاعدام، واحد ايش ياخذ وياه؟ ايوه انا انزل هناك بالمطار الله يساعدكم، والله أنا جيت تعرفون رفيق لطيف حاكميني بالإعدام، تفضلوا هذا الحكم مالي. هي أهلا وسهلا، والله أنت مواطن شريف، يلا دودوه على أبو غريب لو شعب خامسة، والله أنا تهمتي يعني كباب 4 كباب ما أعرف شو مسوي، يعني هاي 4 كباب جيبوا لزق وقلوا لي مساندة حزب البعث، أنا ساندته الله شاهد. زين، يعني أنا تشوفوني شلون مساند حزب البعث، ده تشوفون هذا حتى كاتب أمة عربية عربانة مكسرة ذات تشروخ مبنشرة، ف يعني هذا الشعارات الحزبية احنا دائما نكررها في القناة، ولهذا تم حكمي بالإعدام درنفيسيا. فسرسرية مرة رغم أنا عدم تفاهمي معاها، بس والله هزت شواربكم، ولو أنتم ما عندكم شوارب، هزت عمائمكم ومضاجعكم مرة بالأردن، قعدتكم على الدرنفيس أبوها الله يرحمه الشهيد البطل صدام حسين، هذا شهيد أقول عليه إي والله، مرة مرة مرة. زين، رغم أنا وياها ما متفاهم سياسيا بأي شيء، بس والله قندرتها أنظف من عندكم، والله رجفتكم، والله ناعل والديكم، والله كل ما تطلع بالتلفزيون تخليكم ترجفون وتصيحون يا أبا عبد الله، يا أبا شو اسمه، يا أبو زبل الخباز أو أبو زبل الكناس، الحق لي أبو الشبس الخباز، إيش ترجفون؟ إيش قد أنا ضدها؟ لا والله أيدها، عافية عليه، عافية رغد، والله ما قصرتي، نعلي والديهم. هي 7 سنين خلصيها وطلعي، يلا مو مشكلة، أنا إعدام أنا رايح قبلك. فأخوان ما كتبتون إيش نحتاج إحنا بالتوقيف قبل الإعدام، وأنا ثانيتين ما أبقى أنا راح يخلوني أبقى يوم ويومين
ويجيبوا لي وكذا. والله فد شعب شارب نفط، حكومة سرسرية عفطية، جراوي، جماعة علي وياك علي، القاضي يروح يلطم، المحامي يروح يلطم، الرئيس يروح يلطم، رئيس وزراء يروح يخوط هريسة. صايرة كأنه إذا ما تخوط هريسة وما تلطم أنت ضد هذا الدولة وسياستها وضد الديمقراطية. سنتها وشيعتها اثنيناتهم سرسرية، الاثنين سرسرية. حكومة كليتشة بالقرآن، حكومة كلها تسوي بدلة، قصدي شقلبان بيناتهم، ليل نهار يلفون كليتشة وتحكي وياه يقول لك والله يعني احنا كحسينيين واحنا جدنا الحسين واحنا تصوروا بابا نوئيل العراق محمد ساقط الصدر السطل. يقول بأنه مؤلفات نشرت في كل العالم، مسوي كتاب اسمه اقتصادنا، وهذا كتاب اقتصادنا من 2003 لحد يومنا هذا كل هذول الأحزاب، جماعة علي وياك علي وجماعة الحسين وجماعة الكاظم وجماعة يبو فاضل وجماعة خضيرة بالطرشي، كلهم ماشيين صفحة صفحة ويا كتاب اقتصادنا. ولهذا شوف اقتصادنا وين وصل، يعني اقتصادنا هسه احنا دا ننافس اليابان. هسه حتى اليابان جتي ذاك اليوم، جتي على الرفيق محمد الشيع الارجنتيني، قالت له رفيق محمد ممكن تداينا فد 400 ين ياباني؟ قال لها ما ابد، تاخذون بالدينار العراقي، احنا نتعامل بالدينار العراقي. سرسريه. كتاب اقتصادنا، فلش اقتصاد البلد، دمر البلد. لا هالمره يريدون يسووا مناهج دراسيه، يعني ابو مقتدى السطل ابن السطل يصير منهج بالدراسه العراقيه، خلاص يعني التدريس صار عندنا بالعراق، لا يعني درنفيسيا، يعني بس تقول اقتصادنا يمنحوك شهادة الدكتورة كلها تطلع سطلية. وأنا سويت لكم دروس سابقة في الكتابة السطلية، يعني أنا تنبأت، تعرفون أنا جد الحسين، فأتنبأ وأقول زين بأنه العملية الدرنفيسية السطلية والكتابة السطلية لازم ننشرها ككتابة عالمية مثل المسمارية والدرنفيسية والصورية، فلازم نوزع الكتابة السطلية. انت شايفين السطليين شلون يكتبون؟ شايفيهم؟ هسه اعطيكم يعني طبعا نبارك الأمة الفلسطينية بتحريركم قريبا، راح يوصلكم احد ابطال المقاومه من جماعه الصدر. ها فهذا هياته راح يجيكم قادمون الى غزه ان شاء الله. نعم نعم فلسطين. يلا شو تريدون فلسطينيين بعد احلى من هذا الجرو؟ هذا حضروا للسانتيات لأن راح يشد حيلة وتجي الدورة إن شاء الله. فهو يعني يقول لك نتنياهو بس شافه قال لك وين الشي اسمه حضرونا. هذا إذا دخل غزة الحماسيين يعرسون عليه وحق الله يسووا له ليلة الدخلة. زين نراويكم بعد عندنا بعض المسائل الدرنفيسية اللي وصلتنا. طبعا السيد السطل أمر الحيوانات ماتة، شوفوا شقد مقاول ومماتع هذا الرجل، شقد يحب المماتعة والمقاولة والجهاد الدرنفيسي المعرف شنو. طبعا أولا شوفوا أنتوا، شوفوا صدره، الله شاهد صدر مرضعة. لكم سطليين
قلت لكم ذاك البس الشرولة ستيان، بس عايش أسوي لكم. المهم طلع في بيان مهم، بحيث هذا البيان أنا من سمعته من 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 الحماوة اللي صارت عندي، البوستال اللي بسته مقلوبي اليسرى يمنى يمنى بهذا بس على مود الجهاز الله شاهد. قال إلى كل زبالات شو اسمه سرايا الحمار وكل السطليين يجهزون نفسهم إلى فلسطين، ولكن من رفع أصبع لكن قال ولكن بدون سلاح وبدون أي عنف تروحون إلى فلسطين بمسيرة سلمية. أنا تفاجعت، يعني أنا من انفجأ أشرب عصير قرنابيط. يعني أنت دا تقول روحوا قاوموا بس ما تأخذون أسلحة وسلمية، يعني الطب حضرتك الصدر يجي تروح على الإسرائيلي، أوي إسرائيلي عم بعينك إسرائيلي الله يطيح حظك السويت بغزة، أوي أوي يا فلسطين يا حرة، نعلى على والديكم والد والديكم يا زبالة يا ولاد الزبالة. رايحين تحاربون بيش بالكلينس، رايحين تحاربون بيش بخواتكم الدرنفيسات الزينبيات، يلا نشوف بربكم هذا الهاشة ابن الهاشة هذا يقود العراق نشوف الصدر. المهم زين الأول كل عاش السيد عاش السيد، والله العظيم ما أعرف واحد شي يقول بعد زين، يعني واحد ما أعرف زين يعني يا الله أكبر الله يا احنا الصهاينة الأذان مالتنا هذا الأذان مالتنا احنا اترخص اروح اصلي دي أذن هذا ما لي شغل نفس الشي اسمه مالتنا هم الله شاهد شوف دي أذن اروح اصلي واجي. هلا بيك حبيبي الف هلا استغفر الله والله اللهم ايش اسمه سلام ولا هذه ايه شلوم ايه هذا هو صليت اكو اسهل منها لا تروح وتضرب وركع وهذه بابا الدنيا تطورت دز له تكست مسج خمس ركع لوجه الله وخلاص. انتوا اللي دا تروحون المكة اللي دا تروحون المكة وتقولون قبر النبي ودنزور الكعبة ومكة، ترى السعوديين مكذبين عليكم الله شاهد أنقل لكم إياها. عليكم السلام أخوي عليكم السلام حياك الله بس نهز لك رقبة يم حايط الدنابق إيه زين. ترى اللي بالسعودية مو الرسول، الرسول بكربلة ما تريدون تشوفون تعال انا ما لي شغل المصطفى صلى الله عليه واله وسلم يلا اطلب حاجتك اطلب حاجتك منا عشان الحبيب شوفوا خامطين خامطين الرسول مودي الكربلاء. وبهذا نطالب الرفيق محمد بن سلمان، يعني قلنا لك يا رفيق محمد بن سلمان تعال اخذ ولاد عمك الحسين والعباس وعلي هذولا من الجزيرة العربية، يعني السعوديين صح لو لا؟ رفيق محمد بن سلمان انتبه انتبه يا أخوي هيش أتكلم وياك. رفيق محمد بن سلمان علي والعباس وأبو فاضل وأبو راس الهوت أبو راس الجيزر يقول لك أبو الأرنب زين، ذولا كلهم ولاد عمك من الجزيرة العربية. الجزيرة العربية هي يعني السعودية، فهم اولا داخلين تهريب هذاك الوقت دخلوا تهريب زين، هذه فقره قانونيه داخلين تهريب، لو طالبين لجوء كان قبلنا اللجوء مالتهم، بس داخلين تهريب
الله العالم على الله شاهد، ما اعرف على شنو، يجوز قضايا ارهابيه، ما اعرف يجوز جايين يفجرون نفسهم على يزيد رضي الله عنه، ما اعرف. هذا الشغلات امور درنفيسيه بيناتكم. انا طلبت في البث السابق بانه الدس سفيرك اللي موجود هنا في بريطانيا المظلومه، نسوي اتفاقيه انا وياه، يجي ياخذ الحسين والعباس وعلي، وش عندنا هاي التشكيل الموجوده بالعراق اللي ناج ام العراق من الله خلقه لليوم، تعالوا خذوهم عندكم البقيع، هم لما يجون للحج يروحون للبقيع، فحفروا لهم، يعني يخاف ماكو مكان، حفروا لهم هنا وهنا، حطوهم زين واخذوهم يمكم، احنا ما نريد، لان هذه الاراضي مثل ما تفضل سيادتي سابقا، هذه الاراضي واسعه، يعني اوسع من ابو عزرائيل اللي هسه يقاتل على الخطوط الاماميه، واوسع من كل المراجع اللي موجودين بالنجف، واوسع من كل المقاوله والمماتعه، هذه اراضي واسعه زين، احنا نريد نوسعها اكثر، نبني جامعات لاولادنا مثل ما انا تفضلت سابقا في طرح هذه الامور الدرنفيسيه على حضرتك. فهذه الاراضي احنا ناس كفار، ما نريد لا حسين ولا عباس ولا كاظم ولا شو اسمه ابو الطرشي ولا كلهم، تعالوا خذوهم بهذه، وذول المعممين نصدرهم لايران زين، فاحنا نصير دوله كفار، ما نريد عني لا اضرحه ولا بطيخ. هذه الأراضي باعتبارنا كفار، إيش راح نسوي؟ نبني جامعات لأولادنا وأحفادنا وندرسهم الدراسة الحقيقية حتى يبنون الوطن اللي بسببكم وسبب إيران خربتوا، ونبني منتزهات اللي بسببكم وبسبب كل هذولة دمرتوا للعراق سويتوا صحراء، ونبني مجمعات سكنية تسكن دول اللي قاعدين بالتجاوز وما عندهم بيوت في أغنى بلد في العالم، ونوزع رواتب النفط والغذاء على مواطنين العراق بدل ما هم مشردين في دول العالم، والغرب الديمقراطي يوميا مسفر له وجبة زين، والعراقي صار منبوذ في كل مكان. فأحنا هذه الأضرحة، هذول ولاد عمكم يعني سعوديين داخلين تهريب إلى العراق، احنا نمشي وياكم بالقانون، تعالوا خذوا ولاد عمكم، احنا ما نريدهم، احنا نريد نتحول إلى دولة درنفيسية ما بيها لا أضرحة ولا جد فلان ولا سرداب ولا طوب ولا جيب ولا أبد، نبني جامعات مدارس بيها خير، رياض أطفال، منتزهات، مدن ترفيهية للشعب. احنا شو محصلين من حياطين؟ هسه راح تقول لي هذا ابن بت معروف منه، هذا بت الدرنفيس الفلاني، وهذا يعطينا المراد، هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما عندي معجزة، معجزتي الوحيدة القرآن. زين انتو دولة مرة تقولون علي طير، الحسين يقمز، العباس ابو راس الهود، قيزر ابو علامة الارنب بس دبل ارنب كان، وهذا ما اعرف شنو، ويطي المراد بالايد، اي والله انا مرة طلبت هذه، طلبت موزة اعطاني برتقالة، هم كان احول لان هم من جماعة المقاومة، هو مثل ايران احول، فاش تطلب منه يسوي بالعكس. هم كلهم ماتوا وانكتلوا دق بالشلاليق زين، سويت لهم أضرحة، ومثل ما قلت سابقا في إحدى بثوثي المباركة، ها قلت هسه يطلع يزيد عليه السلام مسوي لكم كاميرا خفيه ودافن الشمر وتزوروا، صار لكم 1400 سنه ما ادري ايش قد، عبالكم لحسين، هو يزيد يعني اعرفه رفيق يعني،
مسويها كاميرا خفية زين، وانت تروحون على الشمر يا حبيبي هذا، والشمر قاعد بقبره خربان ضحك يقول بعض هذول الزواج. اي حق علي، وحق علي داحي باب شو اسمه. بس السعوديين اذكياء، اليهود راحوا اشتكوا على السعوديه قالوا لهم العلي مالتكم هو فلش باب خيبر، قال احنا شلنا شغله، روح على جماعة علي وياك علي، وراحوا على جماعة علي وياك علي. فممثلهم من هو؟ السفتة تنقاني. راحوا عليه قال لهم سلام عليكم حفظكم الرضا، أنا ما عندي فلوس، شوفوني أنا قاعد في 50 متر وأنا إيجار ما عندي. يقول لك حتى اليهود بكوا على حاله ولموله وطو إيجار ما شهرين. زين هذا من هو؟ تعال. إي والله شعب شارب نفط، حكومة شاربة نفط، الدنيا كلها شاربة نفط، الدنيا محترقة. يقول لك الحسين يخلصنا، وكان خلص نفسه، قطموه ما خلوه. هذا رمح جدي قعدوا علي على الرأس هنا، أنا جدي الحسين. زين تحكي وياهم، أنا أشوف لي غير موضوع. إيه ميخا مو تدلل ابن محازم، أنت جابك هنا أنا، يعني إيش مكتوب على شو اسمه على البث؟ تعالوا زينبيات هنا، إيش مكتوب على البث حبيبي يا ابني؟ ما مكتوب زينبيات، يوجد لدينا زينبي، زينبيات يمكم حبيبي بين الحرمين يسوون شقلبان موطة، الحمد لله شكلكم بيكم سيلان، وهاي أسماء التهابات ويعني كلها أنتوا شو اسمه، هي الله شاهد كله على مود غزة. فيا حبايبي يا عيوني يا مصارين قلبي، زين قبل ما ننهي البث نحب نقول له للحجي وين وديت المجندات؟ الرفيق نتنياهو دا يقول لي الحجي اخذ شو اسمه وراح، ايش وقت نسوي تبادل اسرى؟ قال كل اسيرة نسلمه بمكانهن 10. الله شاهد حجي هاي فرصتك. وحتى قال لي هذا فيديو شوف خلي يختار منهم زين ويحجون عربي، انت جابك على عبري، ولو هو يعني الامور الدرنفيسية بالفراش ما تحتاج لغة، لان لغة العالم كلها واحدة، يعني انت ليش تخلوني اطلع من طريقي؟ فالله شاهد الرفيق نتنياهو حجي سلم عليك، يقول سلمنا المجندات الثلاثة اللي يمك زين، ودز لي فيديو قال خلي يختار اللي يريدهن. هاي تفضل اياتهن. يلا حجي قال اختار اللي تريده. يلا حجي يلا تفضل، شو تريد بعد؟ شو انت اختار، انت براحتك، الله شاهد على مودك. اترس بيهن الخريبة. يقول ترى سرة هواية ما اقدر اطلعها تعرف، لان شو اسمه الله شاهد على مود، فانت بكيفك. زين عيوني، فالمجندة ب10 يعني. يلا قول ابو عمر ما مداريني. فبهذه المناسبة ننهي هذا اللقاء، لأن بعد إيش نحكي؟ إذا أبو طرزان أبو عزرائيل أبو الطحين يقول لك ماكو نص إسرائيل واصلة بالمطار هسه، من سمعوا أبو لك أنت وين؟ كل شايل رشاش وشايل قناص وشفقة، وصورني واني ما أدري، وصورني أنا بالمعركة. يا معركة ولك أنت، يا معركة أنت بمنطقتكم تتعارك، هاي انت مكيف ذاك الوقت لازم لك واحد شاوي وقاعد تقص بي، وين الطير؟ ترى اذا انت هناك قسما بالله، انا قلت للرفيق نتنياهو قلت له شكوى بن متعة، شكوى واحد عنده مرجع، اريدك تحط رأسه بالمنقنة وما تخلي يرجع سالم، ما اريدهم، اخذوهم ودتشوهم على قولتهم ذولا جماعة
علي وياك علي ما يقول احنا يقول دتشوهم ما نريد، احنا نريد نمسح هذا البلد، نريد نطوره ما نريده. فاحنا فدي شويه راح ننهي على اليوتيوب، نروح على التيك توك على قول ذاك ابن الخارط، لان اكو بعض الاغاني صار ممنوع عليها هنا أنا. وتعرفون احنا حرام علينا يوم احد، ما نريد نطول. تحياتي لكم، ربي يرحم شهداء غزه واحفظ اهلها وشافي جرحاها، وما عدنا غير الدعاء لكم. تحياتي للجميع وتصبحون على خير. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق.